السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زراعة الزيتون بالعقلة، اللي أهم من طريقة الزراعة الصحيحة هو طريقة اختيار العقلة، عقلة وسطية وعقلة طرفية مفيش فيها مشكلة، بالعكس العقلة الطرفية بتكون أسهل في عملية التجذير وأضمن في عملية التجذير. نسبة التجذير في عقلة الزيتون الطرفية أكتر من العقلة الوسطية. طيب النقطة الثانية، أي فرع طرفي، أي عقلة طرفية، أي ساق طرفي ياخده؟ لا، بالتأكيد طبعا اللي ناشف، اللي يابس، اللي ميت، اللي بنفس الشكل ده مستبعد. يليه الجديد، النموات الجديدة مستبعدة، النموات الجديدة مش هتنجح، هتنشف وهتيبس وهتجف قبل ما تطلع جذور. لكن اللي عدى عليها سنة تقريبا بنفس الشكل اللي هي بتكون جافة، الورق القديم، النمو القديم، هو ده أفضل عقلة للزراعة. هشيل الأوراق بنفس الطريقة. وفي نقطة مهمة، أي شجرة حضرتك هتزرعها والشجرة دي غير متساقطة الأوراق، فبالتالي من الضروري إن احنا نترك على العقلة ورقة ورقتين، نص ورقة نص ورقتين بأي شكل، المهم إنه لازم يكون في أوراق على العقلة. نفس الطريقة، وهنا هنكون حريصين في المنطقة العلوية، هنكون حريصين على البراعم، بس إن احنا هنشيل الأوراق بنفس الشكل، لكن هنكون حريصين على البراعم. بنفس الطريقة. طيب هنا انتهينا من ترتيب العقلة ووصلنا عند زراعة العقلة. مبدئيا بالنسبة لي انا هزرع العقلة في طرف الاصيص عشان يكون عندي مصدر المي بعيد ومصدر التسميد بعيد، ما يكونش العقلة في النص والسماد والمية على العقلة. هزرع العقلة في طرف الاصيص، هاخد العقلة وهرجع مرة تانية اقص نفس الشكل، وهشيل جزء خلايا الميتة. نفس الطريقة. بعد كده هاخد الالوفيرا، صبار الالوفيرا. بعد كده هفتح فتحة. بيهزرع. وهنا انا هقدر ان انا احط السماد، احط الماء، هسمد، هشتغل في نفس المنطقة. ويهروي عندي قياغة. خطر. هبدأ اقلب سطح التربة واتعامل مع الشتلة بشكل طبيعي. هنا ما شاء الله بعد مرور 4 شهور ونص من الزراعة، يعني المرحلة الأولى كانت بعد 45 يوم، والمرحلة دي بعد 90 يوم، يعني المرحلتين عبارة عن 4 شهور ونص. بعد مرور 4 شهور ونص أصبح عندي شكل زيتون ما شاء الله نموها جيد وبتنمو بشكل جيد. هنضف الحشائش وهقلب سطح التربة، وهبدأ في برنامج تسميد شكلة الزيتون بالMPK المحبب وبالعناصر الصغرى، وده هنشوفه بالتفصيل في فيديو قادم. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.